الأنشطة العلمية والثقافية اللي كتقوم بها الأكاديمية الدولية وتدريب الاستشارات، أرسينا أن بمناسبة اليوم العالمي للفشل الكلوي أننا ننظم هذه الندوة العلمية تحت عنوان التبرع بالأعضاء بالمغرب واقع وتحديات. فهذه الندوة لأن عين عن قرب المعاناة والمشاكل اللي كيعانيوها الناس مرضى الفشل الكلوي، فقلنا علاش ما نحاولوا ان احنا بالدور ديالنا يعني الجانب المسؤوليه الاجتماعيه اللي خديناها على العاتق ديالنا الاطر ديال الاكاديميه ككل، قلنا ربما نحاولوا نساعدوا ونزرعوا الثقافه ديال التبرع الاعضاء بالمغرب. فحضروا معنا اليوم الحمد لله الاكاديميين وباحثين في كل في مجاله، معنا المجال الطبي والمجال القانوني والمجال الشرعي. فالجانب القانوني حاولنا اننا نركزوا عليه بشكل كبير لانه الناس ما عرفاش القانون ديالها وما عرفاش المساطر اللي تنهج فيما يخص التبرع بالاعضاء، علما انه موضوع سجل لدى رئيس المحكمه الابتدائيه المدنيه يعني بكل المحاكم المملكه، يعني ممكن انه اي مواطن انه يلجا لرئيس المحكمه ويقدم الطلب ديالو بالرفض او لا بالقبول يعني بالتبرع بالاعضاء. لا اخفيكم سرا بان هذا الحدث في حد ذاته يحمل اكثر من دلاله ويحمل اكثر من معنى واكثر من مغزى، وهذا التدويج من طرف الاكاديميه الدوليه للتربيه وهذه هو في حد ذاته يعتبر تكليف اكثر مما هو تشريف، لانه يطوقني من جديد بامانه الدفاع عن حقوق الناس، بامانه السماتة في إعادة الابتسامة لكل من سلبت منه تلك الابتسامة، في إشعاع العدل وفي إشعاع الحق وبإعادة إرجاع الحقوق لأصحابها، لأن تطبيق لحديث نبوي شريف عدل ساعد غير بالعبادة 60 سنة، فإنني اخترت القضاء وأدرك جيدا بأن هذا الطريق هو محفوف بالأشواك والمخاطر، ومع ذلك ارتعيت أن أمارس مهنة القضاء لكي حقا لكي يكون عند في مستوى التطلعات كل مرتفق من المحكمة وكل من يطرق باب الأستاذ زكريا. ومرة أخرى أوجه تحية خاصة للمشرفين على هذا البرنامج، الجهة أو الطاقم الذي عمل على تكريمي، لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة ولجميع مواقع التواصل الاجتماعي للعمل النبيل والعمل الجديد الذي نقوم به، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أوجه الشكر الجزيل لهذا المنبر الرائع، العدالة، صوت العدالة، في شخص رئيسه المتميز السيد عبد العزيز بن حرميدة على مواكبتكم لهذه الأنشطة. وأنا جد مسرورة اليوم لأقدم التكريم لنخب المجتمع مثل السيدة الوكيلة السيد رئيس المحكمة المدنية سواء السابق عبد الله بوجيدة أو الحالي سيد ميسار عبد السلام، كذلك قاموا بتكريم أمي. حول موضوع الندوة والتبرع بالأعضاء، تناولت قراءة في الموضوع القانون 1668 متعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة وزرعها وأخذها، تطرقت للدوافع التي جعلت المشرع ينحو إلى إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ، تطرقت للشروط الشكلية والموضوعية للتقدم بهذا التبرع سواء الأحياء أو الأموات، تطرقت وتكلمت عن هل المشرع احترم إرادة المتبرع وكرامته أم لا، خرجت بمجموعة من التوصيات
عن القانون. لاحظنا أن القانون تضمن مكامن القوة كما تضمن مكامن الضعف، بعض الأشياء إيجابية وبعض الأشياء غير إيجابية سلبية، وهي لا تهضم القانون. الأكاديمية كذلك قامت بتكريم أمك أحسن أم لهذه السنة 2019، أشكرها كثيرا. كذلك قدمت لي شهادة تقديرية، أشكر هذا المنبر الرائع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عملية زرع الأعضاء فهي الحمد لله ناجحة 100% تقريبا، كل عملية زرع الكلى الآن وصلنا تقريبا 100% النجاح، إلا أنه المشكل وهو الرقم، رقم عملية زرع الكلى، فماشي هذاك هو الرقم اللي باغينه، ماشي هو اللي بغينا نوصلوا له. لأن إلا قارنا ما بين عملية الزرع وعملية الدياليز فما كتعدى 60 عملية زرع الكلى في السنة، في نفس الوقت عندنا 30,000 مريض كيديروا الدياليز، فإذا فرق شاسع. والرقم اللي خصنا نوصلوا له هو أكثر من هذا. لهذا السبب أنا موجود مثلا كطبيب هذا اليوم في هذا اليوم التحسيسي، لأن خصنا نقوم بالتحسيس، والتحسيس ما يكونش في يومين في السنة، لأن اللي ملاحظ الآن في المغرب وأنا كطبيب كنقولها يلا يومين في السنة، اللي هي يوم العالمي للكلى واليوم العالمي ديال 17 أكتوبر اللي هو اليوم العالمي لأخذ وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية. فإلا كنا غيب يومين في التحسيس في السنة راه ما غاديش نوصلوا للمبتغى ديالنا، والمبتغى خص يوصل، لأن إلا بغينا نكبروا في عملية زرع الكلى فخصنا نوصلوا لثقافة التبرع، ماشي التبرع بالأعضاء فقط، ثقافة التبرع. الإنسان ملي كيشوف شي واحد عنده من العائلة مريض كيمشي هو للسبيطار يقول لك أنا باغي نعطي له، وإلا كان إلا كان عنده شي إنسان في موت دماغي فيقبل أننا يتبرع من الأعضاء ديالو، لأن هذاك الإنسان اللي يمكن قال ذاك النهار بأنه ما قابلش نعطي الأعضاء ديال ولدي ولا ديال بنتي ولا يمكن يحتاجه هو واحد النهار. فإذا مازال ما وصلنا لهذا المبتغى، هذا المبتغى كيطلب جهود وجهود كثيرة، ماشي غير الأطباء، الإعلام، رجال الدين، رجال العدل، الناس ككل، لأن هو عمل مجتمعي، لا سوسيتي خصها تشارك. مسرور بالمشاركة في هذه الندوة العلمية التي رامت التحسيس بأهمية التبرع بالأعضاء، وكانت هذه الجلسة جلسة متنوعة من حيث الورقات التي قدمت فيها، ما بين الورقة الشرعية والورقة القانونية والورقة الطبية والورقة النفسية، وهذا كله مفيد بالنسبة للإنسان المتبرع. ونحن نعلم أن المغاربة ولله الحمد هم كرماء بطبعهم، مشهود لهم بذلك على الصعيد العالمي، وإنما يحتاجون إلى من يشجعهم، إلى من يفقههم، يحتاجون إلى بعض الضمانات ليكونوا مطمئنين إلى أن ما يتبرعون به سوف يأخذ طريقه إلى الجهات المستحقة، ومن ثم يكونون إن شاء الله في المستوى المطلوب. وحيث إن الأمراض كثرت في العصر الحاضر كثرة هائلة على مستويات مختلفة ولأسباب واعتبارات مختلفة، فإن هذا الموضوع أصبح مطروحا بإلحاح على المؤسسات العلمية الشرعية، مما دفعهم إلى أن يبحثوا فيه ويجيدوا له الحلول. والحمد لله ذهب معظم علماء الأمة
إلى جواز التبرع بالأعضاء من أجل إنقاذ حياة الآخرين، سواء أكانوا مسلمين أو لم يكونوا مسلمين، لأننا في أصل الإنسانية سواء. والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. حضرت هذا اليوم لهذه الندوة القيمة تحت موضوع التبرع بالأعضاء بالمغرب وقوى تحديات، ولأول مرة لأخفيكم لأول مرة في حياتي أحضر مثل هذه الندوات العلمية، لأنني متخصص في القانون. لقد تأثرت كثيرا وفهمت الرسالة التي بعثت هذه الندوة، ولا سيما الأهداف المسطرة فيها، والرسالة الكبرى تكمن لهذه الندوة تكمن في توعية المجتمع المغربي بأهمية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. فاستغلت هذه الندوة ولنعبر عن إنسانيتنا كمفوضين قضائيين وبصفتي رئيس المجلس، وأن نكون ناس يتكلمون ويفعلون. فقد تقدمت بمبادرات أصالة عن نفسي ونيابة عن صدى أعضاء المكسب أن يكون المجلس الجهوي المفوض القضائيين شريكا للأكاديمية الدولية للتدريب والاستشارات في نشر ثقافة والوعي بالتبرع بالأعضاء. صحيح أنه من الناحية القانونية التصنة القانونية موجودة، من ناحية الشرع الحمد لله المغرب أقر بها وأخذ بها، ولكن الأرقام التي أعطيت اليوم 0.4% في المليون هذا رقم مخيف، وبالتالي أنا سأساعد بما لدي من إمكانيات لكي يخولها لي المجلس والاختصاصات أن أنشر معهم ثقافة زرع أعضاء لدى المفوض القضائيين بالدار البيضاء وخارج الدار البيضاء. كذلك أنني سأكون من أول المسجلين يوم الثلاثاء إن شاء الله. كانت اليوم عندنا واحد ندوة، يعني كنت ضيفة، حضرنا الندوة اللي كتعلق بدراسة بشأن قانون تبرع بالأعضاء والإنسجة البشرية. كان الموضوع أصلا خاص بالكلى، مداخلة في الحقيقة كانت قيمة، ناولتها من ناحية الطبية ومداخلة كانت من ناحية الدينية، يعني الإسلام شنو تيقول في هذه المسألة ديال تبرع بالأعضاء والإنسجة البشرية. وأيضا كانت مداخلة للأستاذة أمينة رضوان اللي تناولت فيها قراءة في قانون تبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية. بحال الندوات هادو هي في الحقيقة
كتساهم في الوعي ديال المواطن بصفة عامة من أجل تسليط الضوء على ديال النقطة اللي هي حساسة اللي كتهم مسألة اللي كتتعلق بصحة المواطن واللي فيها إنقاذ مجموعة البشرية يعني على صعيد المغرب. القانون تنظم هذه المسألة يعني كما كنقولوا وكاينش إمكانية مثلا لتفاوض أو لتبرع بهذه الأعضاء عن طريق يعني مقابل مادي، ولكن القانون تنظمها على أساس أنها كتكون منحصرة على واحد مجموعة الأشخاص معينة مذكورة على سبيل الحصر في القانون. وفي خلال هذه المناسبة أيضا تم تكريم مجموعة من الأساتذة بما فيهم قضاة سيد رئيس المحكمة السابق عبد الله بوجيده ولا السيد رئيس المحكمة الحالي الأستاذ ميسر، وحديث أيضا أنا بتكريم في هذه المناسبة. في الحقيقة هو تكريم اللي سنعتبره أنا يعني في هذه المنطقة بالضبط، لأنني أنا كانت عندي واحد لحظات طفولة هنا، تتلمذت في مدرسة قريبة من هذا المركز هذا اللي هي الشريف الإدريسي، كان لي يعني سنة دراسية كاملة بها بحكم أنني من ساكنة من مواليد الدار البيضاء سيدي عثمان بالضبط. كان أعتبر يعني هذا التكريم هذا في الحقيقة راه تكريم مفخرة لي جدا يعني وسرور، وبهذه المناسبة هذا التكريم كيف ما قلت للإخوان بأنه كان أعتبره تكريم الأسرة ديالي يعني الأب والأم ديالي اللي كان أعتبره الحمد لله أنهم توفقوا في التربية ديالي أنا ولا الإخوة ديالي، وأيضا هو إهداء للزوج ديالي اللي ساندني في الحقيقة منذ مساري الدراسي بحكم أنني تزوجت وأنا بمجرد طالبة، كان السند الرسمي والأساسي ديالي الحمد لله تتوفقت ووصلت لهذا المنصب وشكرا جزيلا.